السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ طيبين إن شاء الله. معكم أبو إياد، اليوم جاب لكم فيديو المنتظر اللي كل الناس انتظر هذا الفيديو بالشكل الجديد بالديزاين اللي وراكم الآن. صورنا ما في ديسكتوب، الشاشة كاملة. راح أتكلم عن أمور السيتاب وكيف راح يكون شكل السيتاب النهائي، بس اليوم الفيديو المنتظر اللي كل المتابعين يسألون عنه في البث المباشر وبكل مكان، أبو إياد وين مقطع درع المليون؟ أهو اهو درع المليون، ان شاء الله راح نفتح الدرع الان ونشوفه مع بعض. اهم شيء لازم يكون عندنا مشرط الامل عشان نقص الاغراض بدون اي تعب او معاناه. راح نبدا بسم الله من ها هنا، عندنا من ها هنا، وراح نفتح الدرع مع بعض، بس نرجع مشرط الامل. بعد ما نستعرض الدرع راح أتكلم في موضوع جداً 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 مهم، اللي هو فقرة اسأل أبو إياد، أو وين راح تكون وكيف تكون الطريقة وكيف طريقة الأسئلة وأبو إياد وين راح يجاوب. خلوكم معي ثواني، خلنا نفتح الدرع الآن نستعرضه مع بعض. تصدقون بالله من يوم وصلني إلى الآن ما فكيت، انتظار لكم تقدير لكم. Come on! Please. Stop, please. Stop. اطلع تكفى يا إلهي يا ثقيل. Oh my God. هذا هو درع المليون زي ما انتم شايفين، يا للهول، هذا هو شكل الدرع. راح نفتحه خطوة خطوة مع بعض، خلنا نشوف وش موجود هنا. الله الله يا ابو اياد، الله، في رسالة زي ما انتم شايفين. اعذروني على القطع الأول، في رسالة هنا. يا رب الفوكس يضبط، امشي الفوكس. راح اقرب لكم الآن، تمام، وراح نستعرض الدرع مع بعض. خلونا نقرا وش مكتوب هنا. يوتيوب، يو ار بيج ذا اخ ابو اياد، ندري انك من افضل اللاعبين في ببجي موبايل ومن اقوى الحسابات في العالم وصاحب الميثكات والانف الاسطوري، وذلك كافأناك بدرع المليون، وان شاء الله نشوفك بالعشرة مليون ان شاء الله. اصبروا بس، هذا اول شيء نرميه هنا على جنب، باقي شيء ثاني. لا هذا ما له شغل، راح نفتح الدرع الآن وتخيل يطيح ينكسر. Oh my God، بموت. بسم الله عليك، بسم الله عليك. What is this؟ هنطلع الدرع، في شيء هنا عن درع المليون. شيء عن أمور درع المليون، خلني أرميها على جنب عشان نختصر الفيديو ونتكلم في أمور. بس الآن راح نفتح الدرع، نطلع الدرع مع بعض. ومنت في التروح تستاهل، تستاهلون هذا بفضل الله، ثم فضل دعمكم لي. اهو شوف، ما عليكم من الكام والامور هذه. 1 مليون سبسكرايب يوتيوب. طيب بحط الدرع على صدري الان، زي ما انتم شايفين هذا المايك والكام. ابى اتكلم بشكل سريع. طيب اول شيء شكرا جزيلا لكم، ربي يسعدكم على دعمكم، لله ثم انتم ما اخذت هذا الدرع ولا وصلت للدرع المليون، شاكر ومقدر، ربي يسعدكم جميعا فديتكم. الشيء الأهم من ذلك، راح أتكلم عن أمور البطولة أو بطولة أبو إياد. أنا مسوي بطولة باسم أبو إياد أو سكواد أبو إياد، راح يكون بالجوال. توضيح مهم، التسجيل عن طريق الفيسبوك، كل الأمور راح تكون عن طريق الفيسبوك. بعد ما أتكلم عن البطولة راح أتكلم عن جواب الأسئلة، أو وين راح يجاوب أبو إياد عن الأسئلة. كثير منكم يسأل أبو إياد وش قبيلتك، وش اسمك بالكامل، وين عايش، أمور كثيرة تجلون عن أبو إياد، راح أجاوب عنها إن شاء الله بشكل مختصر بإذن الله. وين راح يكون الفيديو انتظروني، بس أتكلم عن أمور البطولة. أنا مسوي بطولة باسم بطولة سكواد أبو إياد، تمام. وين راح تكون البطولة؟ راح تكون البطولة عن طريق الفيسبوك، في الفيسبوك شيء اسمه جروب المطانيخ، راح أترك لكم رابط صفحتي بالفيسبوك بالدسكريبشن، ورابط جروب المطانيخ بالدسكريبشن، تمام. راح أختار 4 لاعبين، تمام، بالجوال. هذا أول سكواد. ثاني سكواد راح يكون 4 جوالات،
اربع لاعبين بالجوال عفوا، راح يكون في سكواد ثالث للمحاكي. ايش الغرض من هذا الشيء ابو اياد؟ السكوادين الاولى راح يكون سكواد سعودي بالكامل تمام، وراح يكون على قناه ابو اياد باذن الله، ويكون راعي لهم ابو اياد باذن الله. راح يكون في بطولات، في امور من البي ام سي او السعوديه والخليج باذن الله او على مستوى العالم. السكواد الثاني راح يكون من كل الدول العربيه، من العراق، من شمال افريقيا، ومرحبا ومسهلا بالجميع، جميع اخواننا العرب اتشرف فيهم جميعا، راح يشاركهم في البطولات اللي خاصه بشمال افريقيا ومنطقه زي ما تقول جهه العراق وسوريا والامور هذه. ان النظام الميدل ايست راح يكون على جهتين، يعني جهه السعوديه والخليج وجهه منطقه شمال افريقيا واخواننا من الشام والاردن والدول الثانيه تمام. هذه سكوادين بالجوال. السكواد الثالث راح يكون محاكي فقط، راح اختار افضل اربع لاعبين راح يطلعوا مع ابو اياد في البث المباشر، راح نكون سكواد واحد، راح نلعب على الطريق الكونكور، راح العب معهم اشوف مستواهم، اشوف لعبهم، اتاكد منهم 100% باذن الله. راح تكون هذا تشوفون هذا السكواد باذن الله مع ابو اياد، وراح يكونوا معه باللايف ستريم، وراح يساندون اخوهم ابو اياد، وتشرف بجميع المحترفين من كل الدول العربيه. بالنسبه لسكواد المحاكي من جميع الدول العربيه، الدعوه مفتوحه للجميع، راح يكون التسجيل بجروب المطانيخ، ترسل ايديك فقط، نسوي فرز، بعدها نبدا البطوله اللي هي كالتالي. راح نلعب سولو 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 سولو، نختار مثلا من 800 لاعب 1000 لاعب، راح نختار افضل 200 لاعب، الافضل 200 لاعب هذول راح ندخلهم برضو بطوله سولو، وراح نختار منهم افضل السكوادات، ما يقارب يمكن 12 سكواد او 16 سكواد تمام. ال 16 سكواد هذه راح نلعبها بالرومات والبطوله النهائيه، وراح نشوف افضل السكوادات المنسجمه مع بعض والمحترفه واللي كيد هي ممتازه. احنا بطوله السولو راح نختار امهر اللاعبين، مثلا هذا يميزه والله البوش، هذا يميزه السنايبر، هذا يميزه يلعب بالاي كي ام، هذا يميزه يلعب بالامفور، هذا يلعب بالاس ام جي، راح نولفهم توليفه واحده، راح نتعب شوي لكن باذن الله راح تشوفون افضل السكوادات في الوطن العربي، وهذا هدفي وغرضي اني اختار افضل اللاعبين. يمكن تقولون ابو اياد اختر سكواد جاهز، صعب، مثلا واحد محترف، الثاني محترف، يمكن الثالث مو محترف، الرابع لك عليه شوي شغل مجاملات، انا ما يعجبني، يعجبني اللاعب المحترف اني اختار افضل اللاعبين. وضحت الصوره؟ اللي حاب يستفسر اكثر حياك الله على الفيسبوك، راح نتكلم بشكل مختصر وسريع. طيب اما الان راح اتكلم عن سالفه درع المليون، زي ما هو واضح لكم الان وفتحنا درع المليون، راح اتكلم عن اهم نقطه اللي هو ابو اياد نبغى نعرف عنك اشياء كثيره احنا نجهلها او ما نعرفها الى الان. طيب انا مستعد اني اجاوب على كل الاسئله مهما كان نوع السؤال، بشرط واحد، زي ما انتم شرطتم علي اني اطلع الفيديو هذا، معني والله احب تكون حياتي خاصه وبرايفت، بس طلبكم كثير وانا ما ارفض لكم طلب، قسما بالله كان بفتح درع المليون بحطه وراي زي ما انتم شايفين اهو، بحطه في المناطق اللي تعجبكم هذه وبنسى الموضوع، لكن قلتم لا ابو اياد لازم تستعرض درع المليون فيديو على خشمي. نعليكم برطمي ناشف شوي لان الجو عندنا مره بارد وخريف، فاعذروني شوي. طيب بالنسبة للجواب عن الأسئلة أبو اياد، نبغى نسألك أسئلة خاصة أو شخصية شوي، نبغاك تكون صريح وواضح معنا شوي. أنا مستعد من عيوني، بس لي طلب بسيط. الشرط الأول راح يكون جواب الأسئلة بث اليوم الجمعة، اليوم الفيديو بعد صلاة الجمعة راح ينزل أو المغرب، بث اليوم إن شاء الله الساعة 11 مساء توقيت مكة المكرمة على صفحة بالفيسبوك، راح يحط عنوان الجواب عن الأسئلة، راح تجوني في الشات، راح تسألون أخوكم أبو اياد، أنا راح أفتح اللايف وراح أجاوب على كل الأسئلة باللايف ستريم في الفيسبوك، بعد ما أجاوب على كل الأسئلة وأتأكد أنكم سألتم كل أسئلتكم وجاوبت عليها جميعها، راح أقفل البث، راح أروح على الفيديو، راح أسوي له الليستد، راح ألغيه بالكامل غير مدرج وأحذف الفيديو للأبد. اللي حاب يعرف أشياء كثيرة عن أخوكم أبو اياد، مرحبا ومسهلا فيكم جميعا في الفيسبوك، أهلا وسهلا بالجميع. موعدنا الساعة 11 مساء توقيت مكة المكرمة على صفحتي في الفيسبوك، راح أجاوب على كل الأسئلة، أسئلتكم أنتم الشخصية راح أجاوب عليها جميع، بعدها راح أقفل الفيديو، راح أحذفه نهائيا لأن ما راح ينزل باليوتيوب أبدا، ولا ودي ينزل باليوتيوب الأمانة. لكن اللي حاب يعرف عن أبو اياد أشياء كثيرة، مرحبا حياك الله بالفيسبوك، وهذا الفيسبوك المكان المخصص الوحيد زي ما تقول للمتابعين، لأن ما أحب أكذب. أول نقطة، ليش اخترت الفيسبوك أبو اياد؟ ما أحب أكذب، ما حب اتصنع، راح اكون الجواب باللايف ستريم، راح اجاوب الاجوبه بشكل عفوي وصريح، انه والله لو اسوي مثلا فقره الاسئله بتويتر انقل
الأسئلة اللي بمزاجي وأطنش اللي ما تعجبني، وبجاوب على اللي بمزاجي وأطنش الباقي. لا، باللايف ستريم أجاوب على كل الأسئلة بكل شفافية بكل صراحة. تعال اسألني وأنا صريح معك راح أجاوب. ربي يسعدكم جميعا، كان هذا فيديو بسيط عن الدرع المليون، رسالة مهمة. الله يسعدكم ثم يسعدكم ثم يسعدكم دائما وأبدا على دعمكم. من أخوكم أبياد، لا تنسون صفحتنا بالفيسبوك 11 مساء راح نجاوب على كل أسئلتكم، وبرضو جروب المطانيخ راح تعرفون أشياء كثيرة على البطولة. شاكر ومقدر، نشوفكم على 1,000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 ,